مرحبا يا حلوين، حكمة اليوم عن طبعين اللسان. فالحكمة تقول: لسانك حصانك، إن صمته صانك، وإن خنته خانك. فقصر من كلامك ولا تطل لسانك. فالناس أصناف، منهم كاللؤلؤ في الأصداف، ومنهم كالبعوض الخطاف. يمص الدم ويزيد الهم، ويحفظ كلام الثم، وينشر الكلام بين الناس مثل السم. فكن خفيف الظل، قليل الكلام، كثير الابتسام، ونصف العلم لا أعلم. ولا تشكي همك للناس، أشكو همك لله والسلام. وأرجو أن يكون هناك في هذه النصيحة استفادة. ولا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا SDA سعادة، ولا تنسوا أن تنشروها بين أصحابكم غادة ورغد وميادة، وسعد وسعيد وسعادة، وسوسن وسوسو، وكالعادة جبنا العيد يا سادة. ودعنا.